أهلا بكم. أدانت الخارجية الإماراتية استهداف الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، ووفق بيان الوزارة فإن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات وتصعيد الحوثيين. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها مطلقا. من جهته، أكد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش وقوع اعتداء حوثي على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، وقال قرقاش إن عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان. هذا وكانت شرطة أبوظبي أعلنت وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انفجار في 3 صهاريج لنقل البترول في منطقة المصفح. وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في منطقة مصفح أيكا 3 بالقرب من خزنة أدنوك. كما أفادت الشرطة عن وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة داخل مطار أبوظبي الدولي، وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرتين مسيرتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق بحسب قول البيان. في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبالتحديد في منطقتي مطار أبوظبي والمصفح، والحديث يدور حول طائرات مسيرة حوثية الصنع تقصف المنطقتين وتوقع 3 وفيات و6 إصابات، الأمر الذي تسبب بانفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية وحريق بسيط. فرق الإنقاذ تعاملت مع الحادثة على الفور وأعلنت السيطرة على الحريق بالكامل. وفي اتصال هاتفي، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الإماراتي إدانة واشنطن للهجوم الحوثي الذي استهدف أبوظبي. وإلى جانب ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تعمل مع أبوظبي والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين على اعتداءاتهم. وشدد سوليفان على أن التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات لا يتزعزع، مشيرا إلى الوقوف إلى جانب الإمارات في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيها. أثارت الهجمات الحوثية على أهداف مدنية في أبوظبي استنكارا واسعا، واعتبرته معظم دول المنطقة انتهاكا صارخا للأعراف الدولية. فيما يلي أبرز التعليقات. We'll be right back.
وفيما يتعلق بالهجمات التي ينفذها الحوثيون على دول الخليج العربي، كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في منتدى المنام الأخير إن بلاده ملتزمة بدعم قدرات دول الخليج في أن تصبح قادرة على مواجهة الهجمات الحوثية بشكل كامل. نحن نعمل على تعزيز قدرة السعودية على الدفاع عن أمنها. الآن باتت السعودية قادرة على التصدي ل 90% تقريبا من هجمات المسيرات والصواريخ التي تنطلق من اليمن، وسنعمل على دعمهم حتى الوصول إلى القدرة الكاملة على مواجهة تلك التهديدات. التزام الولايات المتحدة بدعم أصدقائنا عن مناطق سيادتهم راسخ، وكذلك نعمل على دعم حلفائنا في الخليج على مواجهة تهديدات الحوثيين من اليمن، ليس فقط من المسيرات وإنما من الصواريخ والزوارق المتفجرة أيضا. منذ العام الماضي صعدت جماعة الحوثي من عملياتها العسكرية ضد السعودية وأتبعتها في بداية العام الحالي باستهداف الإمارات. التقرير التالي يرصد أبرز الهجمات الحوثية. رغم دعوات العودة إلى التفاوض ووقف استهداف المدنيين، واصل الحوثيون استهدافهم للمناطق المدنية في السعودية. ففي فبراير من العام الماضي قال التحالف العربي إن الحوثيين شنوا هجوما على مطار أبها جنوبي السعودية، أصابوا طائرة مدنية. في الشهر التالي أعلنت السعودية أيضا أن الحوثيين استهدفوا مرافق شركة أرامكو النفطية وميناء رأس النورة في هجومين منفصلين. في أغسطس أعلن التحالف استهداف مطار أبها من قبل الحوثيين في هجوم أوقع 8 جرحى تسبب بأضرار في طائرة مدنية. وفي أكتوبر أعلنت السعودية إصابة 10 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار دولي في جازان جنوب السعودية. مع بداية هذا العام استهدفت مسيرات جماعة الحوثي مطار أبوظبي الدولي. نتج عن الهجوم انفجار 3 صهاريج لنقل المحروقات واندلاع حريق في منطقتين، الأولى الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي والثانية في منطقة المصفح. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي العميد الركن المتقاعد خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. بداية، ما الرسائل التي تقرأها عبر الاستهداف الحوثي لأبوظبي اليوم، وما المراد برأيك من تلك الضربات اللي استهدفت منشآت مدنية ومنها كان المطار؟ شكرا على الاستضافة. عزي عائلات الضحايا، وللأسف أن هذه الهجمات الإرهابية قامت بها جماعة عرف عنها الإرهاب، عرف عنها أنها لم تستجب لدعوات العقل والمنطق وإيقاف الحرب. هذه الجماعة يبدو بأنها في الأنفاس الأخيرة بعد تعرضها لخسائر شديدة في داخل في محافظة شبوة تحديدا، خسرت الكثير في فترة قياسية، خسائر كثيرة، خسرت أراضي كثيرة، وهناك أيضا ضحايا منهم. فبالتالي هي تريد أن تقوم بإجراء ما لإثبات أن لديها القدرة أمام أنصارها. هذه الرسالة الأساسية، هي ليس لديها أي خيارات أخرى. الخيار اللي كان موجود عنده استخدام المسيرات لقصف أعيان مدنية، يعني مناطق مدنية وليست أهداف عسكرية، مناطق مدنية، وهذا ضد القانون الدولي وضد القانون الإنساني وضد الأعراف اللي يتعارف عليها الجميع. للأسف هي تستهدف مدنيين، تقتل أبرياء، وهذا هاي الرسالة اللي توجهت تقول أنها لا تزال موجودة وتستطيع القيام بشيء، لكن هي في الواقع ليس لديها أي شيء بعد الخسائر الكثير اللي تعرضت لها. والبيان الواضح، البيان الواضح اللي صدر عن وزارة الخارجية والإدان هذا الاعتداء الإرهابي الآثم، أيضا الإدانات الدولية من كل العالم أدان هذه الاعتداءات الإرهابية، ومن قبل كنا ندين الإرهاب اللي تمارسها الميليشيات بحق المملكة والاعتداء على أراضيها بشكل شبه يومي. نعم. سيد خلفان، عندما تقول الخارجية الإماراتية أنه هي تحتفظ بحق الرد على التصعيد الحوثي، ما الذي يعنيه ذلك؟ الذي أقرأه شخصيا بأن هناك رد قوي ضد هذه الميليشيات، وسيكون ردا، يعني ليس ردا هامشيا أو ردا فقط اعتباريا، لا، رد بمعنى أنه سيغير أمور كثيرة، بمعنى أن نتوقع أن يقوم التحالف وتحديدا الإمارات بإجراءات على الأرض تغير
وتقلل من إمكانيات الحوثي وتمنع إعادة تكرار لهذه الاعتداءات، وبحول ستساهم في إنهاء تمرد هذه الجماعة على الشعب اليمني، وقتل للشعب اليمني، واستنزاف موارده، واستخدام موانئ اللي يجب أن تخصص للشعب اليمني. هذه الموانئ كميناء الحديدة، هذا يفترض أن يخدم الشعب اليمني. للأسف يستخدم هذا الميناء الذي وقفت دول كثيرة بالمرصاد لمنع تحريره، الآن نراه يستخدمه استخداما عسكريا بحتا، ونراه يسخر كل الإمكانيات التي يفترض أن كانت تسخر لخدمة الشعب اليمني، نراه يسخرها لقتل الشعب اليمني ولبث الفوضى ونشر الفوضى في المنطقة، وهذا لن ينجح فيه. اللي يعني نعم اعتداء إرهابي واضح، لكن الحياة عادية وطبيعية ولا لم يتغير شيء، وبالتالي سيكون هناك رد قادم، وأتوقعه قادم ولن يطول، لن يتأخر كثيرا. نعم. التحالف العربي قال أنه سيتخذ الخطوات العملياتية لردع السلوكيات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات، ما الخطوات المرتقبة؟ وهل أيضا هذه الأخبار اللي تردنا منذ تقريبا حوالي ساعة عن استهداف قيادات حوثية شمال العاصمة صنعاء من قبل التحالف، هل هي بداية الرد؟ يعني هناك منهجية يقوم بها التحالف ضد الحوثيين، هذه ضمن هذه المنهجيه، لكن هذا رد اخر. اتوقع انا لن يكتفي التحالف فقط بغارات، يعني انا اتوقع ان سيقوم بعمل يغير المعادله كثيرا. يعني اعني بذلك مثال ان الحوثيين يستهدفون الملاحه الدوليه على ساحل البحر الاحمر، يسيطرون على حوالي 300 كيلو متر، هم استهدفوا حوالي 13 سفينه، ان كان بقوارب مفخخه أو كان بألغام بحرية، فبالتالي يعرقلون الملاحة الدولية، والذي لا يضر بالسعودية والإمارات بل يضر بالعالم أجمع. أتوقع أن هناك عمل ما سيتم على الساحل الغربي، نعم، يثبت للحوثيين بأنهم يعني بعد أن أثبت الحوثيين للعالم أنهم لم يلتزموا باتفاقيات ستوكهولم، أتوقع أن التحالف والمجتمع الدولي فهم أن الجماعة الحوثية ليس وارد في قاموسها السلم والسلام، وارد في قاموس نشر الفوضى، وبالتالي نعم، على السعودية والإمارات لا تنتظر كثيرا من المجتمع الدولي سوى الإدانات سمعناها، لكن الإدانات لن تغير شيء. علينا القيام بتحرك على الأرض. الولايات العمالقة استطاعت استعادة محافظة شبوة في 10 أيام، وأتوقع أن ميناء الحديدة وغيره لن يطول إذا ما نوت في استعادتها. نعم. طيب، دعنا نأتي على ما قاله مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش اللي ألمح إلى أن الحوثيين يعبثون باستقرار المنطقة. هل كان ما يقصد هو المنطقة الخليجية؟ ولو صح ذلك فعلا، كيف نفهم اعتداءات الحوثي المدعوم من إيران في ظل تقارب الإمارات الإيراني اللي ترجمته مؤخرا زيارة الشيخ طحنون لطهران؟ يعني الزيارة هي بين زيارة إماراتية إلى إيران وفتح صفحة جديدة، هذا شيء. لكن الحوثيين هذه جماعة متمردة، يعني الجماعة متمردة بما تعنيه الكلمة، بمعنى أن الحوثيين يحاولون بث الفوضى، وهي الفوضى كما قلت ليس فقط موجهة ضد الإمارات وليس ضد السعودية، هي استهداف السفن التجارية وكل أنواع السفن في البحر الأحمر. رأيناهم يستهدفون سفن أمريكية وسفن غربية أخرى، ورأينا الكثير منهم، فبالتالي هم ليس إرهابهم ضد دولتين، هم إرهابهم ضد المنطقة وضد العالم. يعني هذه خطوط الملاحة البحرية على البحر الأحمر لا تهم دولتين أو ثلاث، لا، تهم العالم ككل، بالتالي هم مستعدين يقومون بأي عمل لنشر الفوضى. الكلام المستشار واضح، يعني بأن هذا العمل ليس ضد دول المنطقة فحسب، بل ضد دول العالم، وعلى العالم اتخاذ إجراءات. كان التحالف كان في طريقه لتحرير ميناء الحديده، لكن تدخلات وتعهدات دوليه، والان نرى التعهدات الدوليه لا نراها، هذه لا نرى لا. اي عمل. ايضا نرى بعض الدول كانت تصنف الحوثيين جماعه حوثيه، الان ليست جماعه حوثيه. طيب ما الذي تريدون يفعلون اكثر من ذلك؟ تصنفونهم ارهابيين، اعتدوا على سفنكم واعتدوا على السعوديه وعلى الامارات وعلى
على المدنيين الآمنين واعتدوا على كل شيء. طيب ما الذي بقي لتصنفونهم إرهابيين؟ يعني ما الذي يجب أن يفعلونه ليكونوا إرهابيين؟ طيب أنت ذكرت أنه أيضا ما يقوم به الحوثيون هو استهداف للسفن، ومنذ فترة تبعنا احتجاز الحوثيين لسفينة مساعدات تحمل علم الإمارات في ميناء صليف اليمني. هل هذه الحادثة مرتبطة باستهداف منشآت مدنية في أبو ظبي اليوم؟ يعني هو يريد، يعني أنا أتحدث، يعني كنت في مقابلة في إحدى القنوات، وكان المتحدث الرسمي باسم الحوثيين كان يتحدث، وللأسف أن مراهنتهم خاطئة وقراءتهم للأمر خاطئ. هم مراهنتهم بأن الإمارات تتخلى عن موقفها المبدئي والقاضي بأنها تقف قلبا وقالبا مع المملكة العربية السعودية. يا سيدتي، الإمارات تقف مع السعودية قلبا وقالبا. أي تفكير لديهم بأن الإمارات ستسحب نفسها أو ستتخلى عن حليفها الاستراتيجي السعودي، هذا الامر غير وارد لدى الامارات. هم يراهنون على ذلك، لكن هذا الامر ليس وارد لدى الامارات. الامارات تقف مع المملكه قلبا وقالبا من اول يوم انطلقت عاصفه الحزم، ولا حتى ان تتحقق الاهداف. فهذا هم تفكيرهم للاسف. هالجماعه الكهنوتيه، الجماعه التي تعيش في الكهوف، هكذا تفكيرهم. يرون بان بهذا الاسلوب سيفككون التحالف. هذا الامر غير وارد، ابدا غير وارد. نعم، أشكرك، كنت معنا من أبو ظبي العميد الركن المتقاعد خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.